كمان هاي السنة كتير شفنا وجوه جديدة ولفتت الأنظار بالمسلسلات وحكينا عنهم بالترندينج أكثر من مرة، بس في اثنين من بيناتهم كانوا حديث الناس هاي السنة من بعد عرض مسلسل بميت وش، هن إسلام إبراهيم ودنيا ماهر اللي أبدعوا الصراحة بدورهم بالمسلسل، اخترناهم ليكونوا وجوه 2020. أنا لما كنت بالجونة قعدت معهم وسألتهم عن علاقة الصداقة اللي بتجمعهم. ما بعرف انه انتوا عن جد كثير اصحاب، من امتى اصحاب؟ اربع سنين كنا بنصور مع بعض مسلسل اسمه طلعت روحي، كان بطوله انجي وجدان واخراج رامز الله، ودنيا كانت اول مره تقريبا تعمل حاجه كوميدي، فانا كل ما تمثل يجي لي كريزه ضحك تقول لي انت، فبدات الكريزه دي بقى تنتشر في اللوكيشن، وكل ما نعمل مشهد مع بعض تحصل كريزه ضحك في الوجه. لا بنتي انت كوميديانه ما حصلتش. بس يعني عمتي اتكال مهير صغيره برضه. اتكال عمتك اسمها اتكال؟ وبالرغم من انه بعد هذا العمل جمعهم ايضا مسلسل بميت وش، عايشه في قصر لوحدي بحكم وبتحكم فيه على يدي، فعلا كانت قاعده في القصر لوحدها. لكن جمهور ما حس بقوه العلاقه بين اسلام ودنيا الا بعد دورهم سوا على ريد كاربت خلال ايام مهرجان الجونه. هذا اللي خلى البعض يفكر انه ظهورهم سوا يعني ارتباطهم رسميا. الناس كاتبين بالصحافه واخيرا لقيت الحبيب والقريب. بحس الناس بتحب فكرة انه المشاهير بيحبوا بعضين، ده طبيعي يعني، ظهرنا مع بعض في المهرجان وكده، فرد فعل منطقي انه ناس تفتكر بقى انه في حاجة او كده. كلام ما ضايقنيش لانه يعني عادي بتحصل، بس هو يعني هي صداقة، وصداقة بالنسبة لي مهمة، انا ما عنديش صحاب كتير في الوسط. بيضحك كده، عايز تقول ايه؟ لا مش عايز اقول حاجة، انا قلت حاجة ما قلتش حاجة. شكلك انبسطت انت بهالإشاعة اللي طلعت. اللي عايز يتكلم يتكلم، انا بالنسبه لي دنيا تعني لي حاجه كبيره قوي، وعمرها ما اتاخرت عني في اي حاجه لما بلجأ لها، فهم عايزين يشوفوا اللي هم عايزين يشوفوه في الاخر، هم حرين. دنيا دي حته سكر، عارف حضرتك السكر طبعا عارف، وما حدا يستغرب من هالرد، فالكيمستري بيناتهم واضحه ايضا بنظرتهم لشخصيات بعض. اول رياكشن اجاكي اول ما شفتي لأسنان؟ انا كنت من قبل ما امثل معاه انا كنت من معجبينه من برنامج اس ان ال، يعني كنت فعلا من معجبينه، يعني لما ببقى متضايقه او كده بجيب سكتشات واقعد اتفرج عليها وانبسط، فانا كنت سعيده جدا ان انا بشوفه وهمثل معاه، كنت في غايه السعاده يعني. فبعدين ده بجد والله، وبعدين لقيته هو كمان كبني ادم، بقى بني ادم حقيقي كده، متواضع لطيف، اتمنى. لا لانه الانسان بيدور، انا طول ابقى شبه دودو. انا طول لانه الانسان بيدور على الاشخاص اللي شبهه، سو بيصير الكليك يعني. شويه يعني بيدور على اللي برضه بيمتص عيوبه او بيكمله، يعني انا عصبي شويه، دودو مايزانكس بتهديني كتير ساعات، انا كمان برضه لما ابقى متربس دماغي قوي يبقى الحل قدامي ومش شايفه، هي تجيبه. ومع انه الجمهور تعود يشوفهم سوا، لكن تحضيراتهم القادمه حتكون منفصله. انا بعرف انه عم تشتغل هلا مع يحيى الفخراني، وهذا اكيد مدعاه للفخر، وعم تلعب دور ابنه يعني، سو احكي لي شويه هلا لانك عم تصور. انا بجد يعني قلتها في برامج كتير، ودي كانت صدفه غريبه قوي، ان انا نفسي اقف قدام استاذ يحيى الفخراني حتى لو في مشهد، فربنا يبعت لي بطوله معاه. ليه عامل شوارب؟ عشان الدور محتاج كده. وبص انا بقى يعني مطيع طاعه في بروجكت زي ده، يعني استاذ شادي قال لي انا عايزك تربي شنبك وتعمل كذا، قلت له اللي انت عايزه انا هعمله لك، يعني المهم ان احنا نطلع حاجه كويسه يعني. شو عندك؟ انا لسه مخلصه مسلسل مع أبلة فهيتة، اول انتاج درامي ودخولها في عالم التمثيل، وسعيده جدا بالتجربه، وخلصت فيلم الانس والنمس.